الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد عشر كان واقي بقول صدن إي الشنات من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وحن قصر جري كتاب الجهاد إي فضائي شيسي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قفلة كغزوة نبي وحول عليه الصلاة والسلام قفلة صلى بشر ودولاني هل كان لقصه ونقض لقصه اللابت كغزوة دولان كي يسي صعد كي بحده رول الحكم هي رواه أبو داود بإسناد جيد القفلة والرجوع وصلابتك والمراد وحل لقوضنا وحاوي الرجوع كصلابت من الغزو دولان كي لقصه اللابت بعد فراغه انت لما يكذب ومعناه وحلو تشيدو انه يثاب روح مجاهد كوالغا ثوابنا اياه في رجوعي سو نقد كيسيا لابد كيسا بعد فراغه كفرح على شيء سيكذب من الغزو كفرح شيء وحلو تشيدا ان نبي عليه الصلاه والسلام قفله كغزوه قفله ومصدر مره وحده جرتين والمره الواحده من الرجوع والقفول سي سعود يا سو سعود بروح مجاهد كواسكو اجر بالغا ودا دات في سعودنا او تي دوليسن اجر بالغاسي سو نقد كاد كسو لابات دولان كيد غريها دي كسو لابانيسي رير كاد يا اهل كادينا اجر كي سي سعود كورن با لغو قريا مركا سيدا وي عن النساء ابن يزيد مركا قفلدا سو نقد كاسا ودادها قاركود وخيلين وخا لغا ودا نينكي مجاهد كانو سو لابتو او ولي اسو حتى رير كي تاغين وديب ونقدو مثلا تن دولان سو لابان كرا دخدا ما كانو مرينو يو حالو لا شيغ كرا دارين ايو عدو سو سوده اما قليا دغان با نلو شيغيا ماركاسان لبا لبا كعليرينا اما اها سون قدكي عادي اها غريها لو سو لابين قيا اورن اي صحنا ما لبدا معنبا وا اسكو مت سي سعود يا سو سعود بروح مجاهد كا حق اجرك وا اسكو مت وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي نبي مركو صوغ وكسو نقضي من غزوة تبوك دولانك تبوك تلقاه الناس تتكبا كهر تغي سودوين درتي تلقاه الناس تتكي منافقين تيو هوينك ايو حرور تيو تتكي عذور دارك لا يبحواي ايا لوشي دم حيا تبوك دولانك تبوك مصحابة دي كي دقاقي كرتوحك هاري مجرين وحي هاري وحي اهيين منافقين هوين هدي له بكو واجب يلين جهاد كطلب يقع عرورتي ينن عذر دار له أي دور مسلمين وصادقين هيدو وحي لله مراد أكتهين وكمدها كعب بن مالك لما قدم النبي نبي مركو كسر النقضي وكسر قال من غزوة تبوك دولانك تبوك تلقاه الناس ومد باكهر تقتيق سورد وين فتلقيته نبي كان كهر تقول سورد وين مع الصبيان عروت لجيران كذا على ثنية الوداع كارنتي سغوتسكا ثانيه و مشى كارنكا تشيرتا الا غبخو قوا مشى كارن دابدا كا ودد اي مرتو كلي الودعنا وحا لوغو مغعابي روح مدينه كبخا اي مكا اسي سوودا marka la sagootinayo aya waxa laga soo laaban jiray karinta ayada meesha marka la gaadsiyo ayaa laga soo noqon jiray halkaas la isku macaalamin jiray marka karinti iyo jiirti sagootiska loo bixiyay noomu ku tabu ka soo laabto halka uu maray ee reemadiinu ka hortageen ayagoo nabiga soo dhaweeynay rawahu daawud bi isnaadin sahihin bi hadha al-lafd hadith kamar ku u keenay sunanta sunnada waxa kamida iyo wanaaga ruuxa mujaahid kamar ku soo noqonayo in lagu hortago la soo dhaweeyo la marxabeeyo loo dabaldago loo diiqo ee la dareensiyo inuu ku maqna ummadii wax qabadkeedii difaaceedii ba kamida saasu sheekhu u keenay ورواه البخاري وبخاري بحديث كورية قال البخاري وحول مركو حديث كورية قال يعني صائب بن زيد عفوا ذهبنا وانو تغنى ورغاقنا نتلقى رسول الله رسول كلها نقول لك المينة مع الصبيان عروت اللجيرا كذا إلى ثانية الوداع كرين كي أما تشيرتي سقوتي سكان النبي أن كغهر تغنون أن كلك المينة لفظي البخاري نوكا لفظي أبو داود وصهر مريي وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو روحا دول او يجهز غازيا اما احد دولي ان برغنتال وان قببالين ديارين
كالمينن أو يخلف أما أنكسي السمين غازية مدولي في أهل ريركيسية محاستيسية بايلهديسية بخير وناك أن أغسو السمين أصابه الله إلهي باكو أسوى الروح أسقى مدولين ولقي ما أوسن سقوتنا وحمطر الروح دولية هدوسا دول أحد دوله ينا أوسا كالكالينينا ريريه لقاتكي وناكو مصيس من صدح من هذه اللقواي أصابه الله إلهي باكو أصيب وكرفته بقارعة بلايو قبل يوم القيامة قيري ذكور قبل يوم القيامة حلو ذا قبل موته نوال بحلو قول انت قيامي سوار نعضي انت ظن لمن انكهر قارعة ربك وقول فانا قارعة وحالي ومصيبة آدم فيلينين مصيبة آدم فيلينين كوها بستة أذن كدير قروبين كقاشامنين أيا قارعة الليل هذا بلا يهبين بلا قلب بلا يعصر أكلو كوفرس أصابه الله إله باكو أصيبة بقارعة بلا يؤسا فيلينين بوكروفتا مال كيسا نفتيس أهل كيسا رير كيسا أصغر قبل يوم القيامة يوم القيامة انتو صلى من انكهر أبو داود بإسناد صحيح كذلك ابن ماجه ابن ماجه أنا حديثك أبو ورياض لابد كنت ضواب وقال إحنا يلا بكو ورياه إنه أطيريا يا هيد أبو نووي أدو نووي هالمامينة وذاتك محققة إنه أطيريا يا هيد حديثك أبي هريرة نصوم الرب حديثك لم عنية من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق وأنك صوم الرب حديثك أبو لم عنية من لم يغزو إن كان قال كدول أو يجهز أن قبار أن برقنتال أن وحتر أن كالمين غازي من دولي أو يخلف أن قصص من غازي مد قال كدول في أهل محاس ديسي بإله ديسي بخير ونار أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة وحينها يستمر وحاسوي مع مسلمين تايز ذا ويجي قال ذلك مسلمين تايز قبصة ذي جاءت كي طلبي قاب النبي وكاه الله يا يقول بني ودر كأها إيه كان دفاع نفسك ونبو كان والله أيه مركا دي متك فرض كفاية سيدا اللقي فرض عين تهدين بايلهن محين سوغينا وحين سوغينا نوال بو أقيهي وعن ناس من رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نبو حوري جاهد المشركين قال هذا كل قال لما بأموالكم من تدين وأسلوبك قرآنك قال هل أسكد عشادو إلهي يدار مالك هرمرياه هل ميل مويين سورة التوبة آيات صمرتين الله اشترى مويين انتك لو حلور مريا مالك ماشي أنا وحنفت اللوسهر مريي معنى خاص وخصية بيعي اشراها لك كدعي يو أنفسكم نفتين كل هذا قال لما معايا إلي مالك هذا كده قال قلي مساكين كانوا مسلمين كلا هذا كده قال هذا كلي جاء يعني عيدا رن ده قال قلين كرت هذا أنت ده أنت ده أبقره نقل ورجل أمين شكيب الرسلان واجي أي رأيوا بنقص الدولين أي قرن كذا رمادي بلويس كن سؤال بقول يا شنتي صدق حد الله وطنك إلى أفرتني دورك حلي قدر الله مسلمين تأذ لا لا قبل صدق اللي واحد قد بي أي أذ أهلي حسكوا ده ينتو دقالة كأروريه إنه أس أسو جبهة حق بدن أو أيضا أو ميل والبكر دقالنت أيضا مسلمين كده حية وهذه لا بهذا مقدس كده قال أو تشيشنية كده قال لما أو هندية كده قال لما أو بوسنية كده قال لما ماشي أي تجي كرام با هيجن يدعون الديار المسلمين ترى قال كوروري أسقي وده دكوا باب محمد رجال رضا أي أسقي رقبة عبد القادر الأردني الهاشمي رقبة بأسود تجي هل شيء بيبحون ويا المسلمين تي واجس وحوق يري مسلمين توحي إذن برون ولقوا ده يسون اللي بانا ينين إنا وح قرآن وح بحيان ويكون بحيان جات كما أقولون وح الرأي رب أن وجو جميستان نهبره هذه قبله هذه فدوه ذي زنيستة إد الله يستة وحي حبنا كذا كل الله يستان بي بحيان ويأسكر تدسيان ويقرآن وحاد عروت الوجو قال إيه اللي دون كله فيه اللي دوه كان يستا صورية يعني وحن كوكلا تغني بوري واجاس كريستانك وحي بحين ترين بوري روح والبو كريستان هنتي دي سبقل كي بصدم بعيني وكد ديقي عدم الدولة فرنسيس برتقيس انجليز تلياني نمين كسود دولة إذا هلبسان هاي إذا قميي ماشا أن كويني ومسلمين تنين بقل كي بحل بحيان حل بقل كي بحل يا أخرية لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم أخرية كتاب كاس لأمير شكيب أرسلان أمير البيان نكل أورنجر الله آخره كن سقال بقول يا شنتي مسلواتنك
ماي شيء طبعاً كبر سوماليا سومري حبت تهال كان بباسا كب حقصوا باللاباي جزر القمر زنجبار بمباسا مليندي لامو وسعودي سعودي حمر كسمايا سيسعو إلى بربرة جيبوتي وكلابت ومصر كقلاي بقال لي أربو قري وهذا بكجر كتاب كسحاضر الإسلام اللي يداده سوماليا مكوكها اللي آد بإذن عماني لكن واقع زيبو يا ضماء واقع سوهي حلو أني من روبان مدمدو وصن روبان وإلكفر فيران يا دروش وي دروش وين نولد ها ولي بدروش بلوغ دروي دروش بو أركيدين كما وحو أرك مركو حلو أني من مدو روبان بوري وانتبار بضنين لكن حلو أني من قبة أشداء البأس أعزة قبة نماذا يقول انتابر قبة نماذا ما أقلو وأني من دقال رمطو أولي نكاي فراي سارا نقيق باكك ميقان كو قياس حلوة سدح مليان واقع يدا سدح إذن كو رمبا سدح مليان إتوبيو مري كون صومالي إتوبيو دو سيدح مري إلى جيبوتي بسعود وركي نطنا هالكاس يكو قرين أخري واقع وارونا إذن وواقع قال كي إنجريز كا أو يولي دقيدة صومالية مركي قيادها فرديانا يقرم هايان نمينك كبير سناء إنجريز كان صوحو سسابو لقبو كتشرا نمو قرقو روحسانو لابا قولو شاء ساقو قبوغو كوفيد قبوغو عام هيري لهو قرقو كفر دي مركي قرم هايان كبير كودا يساي وحال لي سنك أدونك وحلا كبيرا إنجليز كان صوحي سستيبو إنجليز قحوان اوغي انو هدان دلووني مانا قال فتاعد بامن دي جرري واقا ضد بعض عيني لك هادا هي هادا محاتي يا أبوان عانولي عانولي بارون جاهدوا المشركين قالوا كل هذا قالوا بأموالكم هنتدين قالوا وين فهمينه مشى وضدني ما يقول قلني ما قلني ما توا هنتي يا دقالوي نقعدون حولي هنتي هاي سنين وقن قب معها من لا يملك قوته لا يملك قراره نباهن قب معها نباهن قب معه ولذلك سفيان الثوري وحوي نينك صاحب عيالك عباهن مخاتم ما قالوا هذا صلاة بدنا هذا قرآن أخرس بدنا صدق قرآن حجيو صاحب عيال فقير وباهن مخاتم سقوا شمال محايا لي فسق يا بين يا دلني وكبت بعدين نبور برق ليس هل قاسي لك هذا الزلف مركم عاد مودا بركة ما هنتين لا يشوا أمضى مسلمين تلقوا الدفاع ولقوا ترى حكى في عن مجد وأنفسكم نفتينا نفتينا قوروي وقال سنتكم يعرب كنا جبا بدأ قالوا كفر قدر الله عدي علبو حيلين سيعرف كل قدر قال لهم وحد كود قال لهم مسلمين تجبا بسه وحرد المؤمنين وحد كود قال لهم إن قالوا حمان تيرع عدي سه وحين ملاجيان يأفدا يوضان يصير الذين قميسنا يدقرتوا يدبن دابا يوضان بعد عديني قال لي ماذا ذي حمان تضع عضيني مسلمين تضجوا بابسه يا قال لي ما بخت النمط كذا تلمان تذكر هالكوال جميس رواه داود بإسناد صحيح وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان المقرن المازني المزني عفوا تضبوا ويل بكمد أهو هل مرسو هجرت إن كان صحابيا تضبوا ضد شيء وأي هل ما نبي قوي مادين مهاجرين تيمي كي مادين ضلير كي مادين بي نبي قوي مادين تضبوا ويل وضد علاطة ولا لا يسوي جرود إنك رجع قيمة بدنا تضبوا وضد علاطة بكم إذا تقال كنها وندي رجع فوري كل شيء ذي والله بكون عفوا لو أتني كل هجرة نو نبي قعدوا شعلة وتقال ليها أنا ومستجاب الدعوة تضبوا ذي بوحي النقدين تضبوا هلي أو كلا دارس يسوس الرعيم بكر قرنيس عود صدقان عود دونه سان كذا انقرتا تضبوا ويل أول صعوت وإسكوا وافقين أين هجرون نبي كان أتقنه إنه غير حال كود وخطر يا ورد سكر ريس صحابي يقول قالوا حلو صحابي يقول إنك يلوه ما كي الله تعالى منها وانت واقع غير فرص أنه تشبيني إني إنك كبير سنة ناطية ورسة دون قضاء يستصوما واقع وحي أهاي غير فرص ورسة ويقدر رايين غير روم كارتي هاي إنما قد تعالى برايي ده المسلمين سكوب بابين واره غير فرص بهاي وحد تعالى كل راه غير فرص نهاوند دغالي مالمها كسوخده بوعمانك دوخو الى الهيو وحن ما انت كبر يا هيا ان اد قالت تشبيسو انغا نغوليسو
روح أهرية شهيدا أنا قاعد أسأل أبان دولود عينك وقامني أحد كهرية شهيدا أنا قاعد لكن إلهي ويا أنا شهيد أنت أن كأركها قالت شبطون خلاص سنين والرب إنه إيش يقبض الدوكسته ظهر بالله بالله عسر أنت اللي قاعدين بيقال ما قدر صدح حش كده أسنوا شهيدا نهون دي وكحب علي يعني نهون ده حقيقة الله العراق ديك صحابات كنا وشين ومشي كفر دار قال حول الصحابة شهدت رسول الله رسولك إله بن جوجها من لجوجي إذا لم يقاتل هذو صندقال لمن صوبنه من أول النهار هران تهوري حلق هوري برقنك أي أرور تهوري أخر القتال الدقال كدب لك جر صوبنه حتى تزول الشمس إلى قرح ذو عطوي قلبيد عاده وتهب الرياح ضبيل هنا أي كردبطان أو ضبيش أي ضبيل قبو صور دعو قرح ذو قبو ذو عقبية ذي هبكي سرادي كل هذا قبو ذو رواية البخاري بعديسي حتى تهب الرياح وتحضر الصلوات طب يقولوا إلى دوضان وصلاة نقشو سمينت الدعيان إلا صلاة قضاش ذي والله أقبل دعاته أي أذان ككذبه هو ينزل وسودق النصر قوش أي سودقته يعني حلق ساعة الإجابة اللي قاروا رواية كلا عديسي وتهب الرياح النصر طب يقولها قوش عصر كي نسك الدنبي ما دوا ضبايلي أنبيض يرسوش جعلهن يا مسلمين طبع حلقة أيضا عيدا كي الدولة والله قور قبا مسلمين طبع دعاني يا ظهر كي بالله تكذي جمعة الله تكذي إلهي يو بخار وكي باب استباب من قاتل بالدعاء في الحرب بخار وحول الدعاء دوا الدقاء وهلقا قرد قيدو مركا حلقة سو نبي كبية جري أرورته ري وخير اللهم باقي أمتي في بكورة هذه كوسور قلو ويدو نسك الضمبي اللي قال روحي ضاوع مديك سوتشوك سنين ضدك قال لما قال يا ضام اطول فارسون امرك هذا الدفاع نفس النقل روى ابو داود بحديث والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا حبرينا لقاء العدو عدو كل انكيسا الهما انت قال ما نسل ما انت ما نسكو بيغنا وركا بدل اسكو تشوجو النبي عليه الصلاه والسلام واسال الله العافيه واسال الله العافيه الهي ويديستا بد قبيت نبد جليو نفاق ربنا كابد باديو حمان يجني ما يدل يهزيم يشب يقول ربنا كابد باديو وسأل الله العافية فإذا لقيتم لكن مركات قال إسهشان فاصبروا صبروا أتكيستوا جكسدا متفق عليه حلو النجى صومري حديث كلام عنها حديث عبد الله بن أوفا صومين صومري حديث عبد الله بن أوفا بأصنع معناها أن قصوا مرة حالة حديث كي يكون صدق بقول الله تاني أفر نص أهابان في الحياة. سيدا سوي محي إلي سيدا حديثك أشيغي وسيدا قرآنك أتلمامي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين علمات وحيدة هذا شان شيب إلهي آياتك أشيغي وأمد الله جهله إنه يقول يستوى قصب مركا لأيغو قوانين تكونيك إلهي الدنك وكما عمله شان تاقض بي آيات وكهذا روح الله قهله يا أمد كتل ما ناتا يا عيدان كي كتل ما ناتا كي يقول يستوى كفتنا لمواي مركا قاركو والحرب سجال إلهي حلو سبحانه وإنتو نبي نوشيك فإذا لقيتموهم فاصبروا إلهي نحو إذا لقيتم فئة هين فاثبتوا الثبات ذكر الله كثيرا طاعة الله ورسوله طاعة الله ورسوله إيوه عدم التنازع والصبر شنطة قضبوا إلى يحول إذا لقيتم فئة فاثبتوا سقنا شو ثبات كان لقاها الله إيوه وثبات اليقين وليه حاجر مك الله شو نقد داي هرام بوانو أركي إنا ينان وحب الله القادين تقال أن ترين بان قريسين أما شب أما قول يسوع وإن أضحت كل من وضطت كل دجال لم يأد إيمان سته يقين سته وأجد دجال لم ين ري شام يو يري حجاز يري كوفي يري عراق وعليه قامني يدور قر على صراحة لقى قاطي إذا كسيدنا علي يرجيس أد بالله عز وجل مالي مال ما كم ذا عمار بن ياسر بالليل عمارو نمكم إن جقر ليه وأنا وأخلدنا
وحر إلهي بان كل أرثي هذا وحامد جونا عراقي هذا يعير صدام بول إلى حضر موت يمن عرف كده إجيال إن أنا من ربي إسكبدا إني أهل باغلي أنا حق أنك تاجنا باش يقين بعض الربا الثبات وكل دوين هاي صبرك وكل دوين صبر واجكسي يا أتكيسي أما الثبات ويقين وتقولها في سيدنا وما دورنا كحق بدناه مر والبي بالبلاء يا مصائب يو حلي لكفو أما الله بتشحار الله جارو إن هذا نحن حسنوي دي بآخر يا تاريخ ده سيدنا عمر يا أبو بكر باكجي السنة عمر باس كحق بدنا وكهلي سنة وكد قال يهن سنة تقال يهن إيوه جيس نبوي كل دوين تأذوا ضعيف ومرتشيا وقولكم لقول هذه الجور يا تربح عبد الله قنكرتا سامع قدي وكل دوين تباش أود إيوه إسكم أحدنا يا جيس نمود أشجع الناس وما حيوا رسول الله وبعده الصديق الله كلا بحاي آخرية يوم الغار أو بكر وحي سميدو فيريا يوم بدر نبي قلنا حريص نبي الله نبي إلهي بر إلهه أنت ضل تون صدر لباب إيوه واحد ضمبوك عبد الله أركم ما إلهه نوقر قال النبي محمد وكوف فلا أنت بس ده دعاده ويتشبه هيار ربي قال وحي كوب بلن قائل وادهل نكال ويقين يقين وإن يقول سين وهو با بريضا بدين نبي بريها يوبي لنا بس أنت نوقف فلا قال ما لقيت باق قالي ماشي صحابك لا يعبسن هاي ولا أنت قال ما أنا أرجع ما ماشي لقب بابا أو بكر وين واسك جو أنزين أو جيز يوم واحد يوم واحد سمي آخرية يوم حنين آخرية يوم الحديبية آخرية نبي عمرك وجريو ذي صحابك قاركود أي سنبر حدين أم حيقو هشكدين أصور حد جاي آخرية سوسا أقصو تجنا وكشي يكون تعالى كه يعني أبو بكر وحده مدرك حق بنا اليقين والله قص صلاة بنا والله قص صوم بنا والله قص قرآن أخرس بنا لكن محمد كذا تقول كلين يقين شيء قد آمن سنتهاي ما هو الدين بن حسن البصر اليقين بو ما هو صبر اليقين ما هو الإخلاص اليقين يعني إسكوه بصو مسحان طاي مسمى السحنيد كتابك الرب جاي السنة دي هذا أدوك في رها قشطه إن أتكت تغنات على الربا حتى يأتيك اليقين الثبات سقنا شيء يقين وحق نمو إيو شيء قاد ليه هي مبدأ صاحب قضية أن مرنبة تنازلين النقو ده هش كده يسود كل بفي رصاو شو سيف برق لي واتكوب بابي قلي وقادر نقول ورقري قاعد يجنا وعي قلي اتحاد قال الله وكوني طبنكي إبراهيم ديري إيو مركي أحمد نشاط مد اللجوين هي وحنكوري ورانو دقال ما قانو ولي مقلين لكن وحان يدين شيء ما عاري اتوبيا تيكا نقاق دوي ويتشب الدونتا يضع اسعون الدونتا إلهي با إذين قرقاري الدونة قرقا هدقين هبختينينا كداي تطبر ويدان ما إلها بورها يا سومالي لحظة يضع دي سومالي كالي إنا عايريس وقايدين كالحي سقلا قرقا اسكاها اسكتشوغا مالين بايكار نقاق الدونتا مالين كفا إدست وأبلم بيد هذه حقيقة قدام بيس لنا بان مشرح كأهاي بيقول قدام بيس لنا وسكر هذا ومتلوين كي قولي أن صبري الدجال بلا أقول لي ذاته حاجة هرمك يدقالها إيو وضع وضع مرتب مرة قد دهر بالورد فمرنا جذي بالورد فا نحسين بيكوب بعض الحقوق بيرير بيلاد أيوب يريد مشرح بان كاي نيك دنا الى سوق هي انه مسلمين بد بادي جيسك افريكا مركا ورباش يقين بيدك بانتا امدان واحد او قبانيس الدين اهان وامن ونا صبر ونا دولقادو علمادي الصوماليه دي دقيدي مغا كتغي يقين تا سيدن ديرايين يقين تا سيدن دير وات النبي عليه الصلاه والسلام انه هشين مير دحس هو نماد نبي حول هذا هي قرحة إيه سارتان قعنتم بدك تبيحين ضيحة إيه سارتان ولي جاي كمان نقول أي واحد الله السعودين آمن سنة حديث كمعناها كإيمانية من حيث اللفظ ضعيف ولكن معنيه يسو حديث بدم باطل ما يسوى صحيح يقين واحد لقاها إذا لقيتم فئة فاثبتوا
إلهي محقدر يذكر الله كثيرا إنك مجاهد كإلهي نحسال الدولية أضوم باتا عبادة كدرتا عمل كوي حسلان نفيا مال بطور إيسا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله في الجهاد وفي غيره طاعة الله ورسوله أمر صدح إلهي بارب هي إلهي باب بني واي هي إلهي طاعة الله وقضوك صدحات سقناشو ذكر بدن إلهي لحصو صدح إلهي الرسول كسلوه قانسمه ونوقع عن صيرين هذي مجاهدين تو إلهي عاسيان وما بهنا قال إني تبي سواء دم بيجات تبيني يا دروب تاجميني قل هو من عندي أنفسكم بأسوب بدري أفر هي إلهي معيلي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مرنك يكلا تقع يتفرغ اسك إلالية من نما وذكر اسك تشي وقاذا شن واصبروا إن الله مع الصابرين شن تاقو ضبوري من قيم أمد كتل ما ناتتي أدونك قبستوي أمد أهريسي لقيه لأصحاب رسول الله بيها هاي أدونك قد حبهد يقوم فرطها سنين ورمه ورمه أدونك أقابنيهم فلار أقونين مساكين وفقراء يعرف كأدونك صوتابتين أمد أهريستكتان اللواي لليابة مع الغايدين من إنسبات مجنباتين مرك انتهى الله يدين كهلو تيبو النبي يقولوا شيء يا فإذا لقيتموهم فاصبروا متفقون عليه فاصبروا داسي مركا سال صباب بإن كتاب قدوة كتاب ترغيب تريبة أحكام جهاد هذا كما تشري مر بيواجب تاي أحكام الخمسة أي ياقشة أحكام الخمسة دقال كذي زمال ويتغانا مرنا وصف بلاران مكي قبائل كذا قال لما إياه صف بلاران بلو دقال لما لابد قبيل عشان كاران إسكا ودي واتقانا صمالي دقال كيد هدي حقوق قبيل كود درامي إلا قول حقوق بدانيها أما صف بلا لغو باب بإينا إيو هين وحقوق استعمالا واحد دو حتى الليلة قادو تين قلون إيه مسيقى سوصل وشان يا سنشان يا سدع سدع مالها قويها لغو فولي بيها لغو فريسون وكل بو وداد مير إلا إسكتا لماحا قب مير حين لتشو وعلو شبف قادو إبر لسكا قد إيقا حرب العسابات بالليلة واتق دقالكم مركب فاسبروا داسي يثبات كاسف قادوا حيليهين ومسألة قود لكن أحكام الخمسة قدر السنس مروحة واجبة إن هذا عرين رقاقين ثبات يصبر بها لازم مرة إن انسحابته ميشا أتكا انسحابته حيالة دقال أبو بقته وواجب قال مكا ثودس جلسة أما إسهشان يمرتدين يحدون بأنه قده وقال الله المالي هدي آد فيلي صد ملايني سين آد جوش آد كراعي عدو جنا آد وحي الليني إن لا سجن آدون لبقني وواجب وأيضاً يا حديثنا شايف هذا إلا قيتموهم فاصبروا فاثبتوا حن ملاينينا وحملوا كحرني هاي اجتهاد كني تقال كان ما أنتين جوش كراعي أدي هذا كقول ليسن قال قالنا والوحي الليني سمر كاسي وحواجبه الثبات والصبر إن لا انسحابه ولا بقدنا وحاران كاسا إذنكم يسنك كالي سورة عقودك كاللبات ومرك أي واجبتها إن لا بقده إن أطبقته انسحابته واجب وقورمه ومرك أذهبته أما ملاها أبته تقال كان أسقع إن المسلمين تكبابا هايان أيقون هبا يراته وحوحي لا قال هذا أقيسنين مرك ما حواجبه انسحابك واجبة حيالات دقال إنا أبقاته والمالينك قوبتها كود دقال من بريبا إذكسوك تدي دادون تعاو أدمير تدعيقو تشيفي حلقا فود قليل ميسيد أميرك باقيمي وحاطر شدي بندوليه حالي دقال كان مانتها دان قالوا وينو كتشبينا قالوا حبي يرمينو دي الله نكاين لراوع يدب لوق ومسالة كالي حكامت كالي أما كارا هذا استحبابك إيو إباحة إباحة إيمان دونا لك هذا وحي يقول مهم سن مرنا وواجب إلا لدقاقين مرنا إلا بقده وواجب إلا دقالمان وحاران مالك أيضا وقرم ومركز بسطاء ما لها أبطه إنتان ألواطة إلا بابين أظن قال هي وحي اللي أبقي سنين مركز يجب الانهزام والانسحاب ويحرم القتال اجمع بسوقوري أو المعالج ويني في هذه المسألة قرافي بسوقوري انتظم قشون فإذا لقيتهم فاثبتوا
يا فاصبروا ابرهم نقدقين احكام الخمسه من سلاله قشم يا دفانتي. وعنه وعن جابر ابو هريره جابر وحل قوريا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبحر الحرب دقالك خدعه ودقر يا تاتكو. متفق عليه. الامام النووي شرح مسلم كحسوق اجماع المسلمين مسلمين تو قالوا وحي كل دقالهم حيلت يا تاتكو يا كل بسيده واركا اني قالوا وحي لينيا سيدي ولدك جديد قال يسال ليش يستاغي لما قال لما قال كارو اسكا الاليه حمر انت سود وشي مساجد دين حمر يو حريه ملتريه الصوماليات يو ميل والبو استان قبل ما هاي اي كو كاتش هايين اي كو سحرون هايين اي قبلها انا كفسن هايين يو وداد هو يلسو استاغي وهبر قدر يجي قال لما قال كارو بالعقل يا ايه حمار ما اركيس ها اسكنسيه راو راو حكيم تانك هلو مريم محاضر مسات كدب هيا وحن شيء وحقي هيا مباهلو الى هبارتمي انه عضي عقلي بهلك هاتبي عقلي بهلك هاتبي سبحان وحكم الحرب دقالكم حور انت ان لا اسقاضو ان لا اسدكرو تاتيكو يا كارتالو اسكو بابي فيروينا فيرا سو استاغا ما ركتا قال وحي دوني سوي رك اسغورا يا لا غربا رك اسغورا اني غير بدا حداي وركي سو دايسان بيلت يا انا هسو دونت يا ارا هسو دونت الحرب خدعه سو البود ليدا هي واد وحي لين كرتا قال كاس اياد اولا دغالمي هداي سن اهين بلن لغا بريي يا احد لغا بحي نمد بلن لاهيت اما امان اتيس ان لا دكرو ولا بلانتا لغا بحيدون لسكوغن لبا اوغولو تاس وا قدري خيانو لكن نمو دغال ايدين دخييو سي والبود ليدا واد كنا فين كرتا واد كو داويي كرتا او وحيلات او غيسن كرتا دولا دغالميسا باجماع المسلمين ورك وداد كا شيغي ريه بلا وباطل لا يقول احد من المسلمين فهم دري قله الفقه سو كو دخدي وي ونكو او هريه ودادين هدا اسكلا لاديو واغا هوشو قويس كاوي اد لو بابيناي يكون فر لو بابيناي ميل ادق بان لا غير هذا الشيء ما هي ميل بدن نو يغا دعوودي هذا وحاس انت كو هادشان بو حد ايسا ودادو ما نغ ربتا او يدك ما ادب يلتا يا نين ادب لم يا امدل حيدن سومالي بنانكي مري مريس وجيد ما قبسطو سغال كي مالمود هدي ركون فر وي قان ري مقدش لا بابي يمسال لفدي لما قال لك راح مارض يتكريغا ها انت جر عبد الله يستاغو ما نارك ها اسكنسيه بالورك يدك كورب الحرب خدعه عرابك هذا شغلك دين قران باس يا مشهوره خدعه خدعنا والاخريه خدعنا والاخريه لبضبا صدح ذا بحركه لا خدعه هي خدعه هي خدعه مرك خد على سان أوفي عن حق اللغة مشهور سن متفق عليه. باب بيان جماعة من الشهداء في ثوب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. وحول الشيخ شهداء ما هؤن أحد ككل أنت قال كل أنت بس مئة شهداء وحاجة رفر بضنه حق آخر حكم كشيد قادنا حق ثوابك. باب بيان جماعة وحباب يا عدين العدي كوح ومن الشهداء الرحان شهداء العدي شهداء كوى في ثواب الاخره ثوابك اجر كاخر شهداء كويين لكن حق ادونك تلقى مسلمين تدنتين لمديين يغسلون والله ما يريا ويصلى او يغسلون والله ما يريا ويصلى عليهم ولقط كنيا بخلاف القتيل كسد وان كي لقد لي في حرب الكفار قال هذا قال كي لقد اسقوا لقونا تكن مايو لنا ماير مايو ديجي سايو darku qabeeb kafan kana looma baahno darkiisa lagu duugaya hadii maraka lagu duudubo kafanana wax dhiba ma laha hayl hawshisu waa dhameystiran tahay asaga inuu shafiici mooyeen shabaca nooma baahan ninka asaga shahiidka ah idan shahaadadu waa saddex waxa weeye shahiidul aakhira iyo shahiidud dunya wal aakhira iyo shahiidud dunya saddexdaas weeye shahiidud dunya wal aakhira waa ruuxa muslimka ee ahlu tawxiidka ee dagaal gaala lagu deeyay أيا شهيد الدنيا والآخرة الدنيا ذا حكم شهيد بو قادن آخرنا حكم شهيد بو ليه هي أما شهيد الدنيا
وأنك دجالك قالوا كل إن تي أسوق خائن وغنيمه وحك حضي حق أدونك حكم شيد بلسين لقلت كان مهيو ها لرقم مهيو دي قيسال وحبالي لكن حكم الشهيد في الآخرة ما قاضني دقال كادو دقال قبيت وإدب له وأخلاق له وشرع ده وافق سن ونحد قدو بلاهين وإنو نقض قال لقى إيو كغنيمة وحكا حضي إيو حد قدو بكا كجيستي في الجهاد وإيان وشهيد الدنيا للآخرة بحاكو سهري شهيد الآخرة دون الدنيا آخر حكم شهيد قاضي لكن دون كمسلم أن تبلغ مديا وكون هذا الشيخ ترندونه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة أي من الشهداء خمسة شهداء نبي شيء وبدين حديث ربضان باطل مانتي لكن شنب وعن سنب نبي كودا وتمرة الفطرة خمس وكلية عشر من الفطرة وكلو الشهداء خمسة أي من الشهداء خمسة أما خمسة من الشهداء شن وحكمين الشهداء المطعون نكو ضاعون كدل روح مسلم قال لبي ندق با ضاعون كود انت ضاعون كنا وكد يقنشو واحد يجرتين ودك كود عو كله ضاعون صمالة دي مقشو شو بنك يقول يقان كلا راح على شو روح يستاجين كا ضاعون لما يداد ضاعون كوا النبر كليها يملها قول تلع أيه كصبحة وروح قود انتو وياه المطعون الروح الضاعون كود انتي وشهيد والمبطون نك على شو قود انتي السالك شو بنك كلا راح وحوط قانا ويا المبطونك حنون كود عوي على شو يب كدم الروح وس استاجين دعانك يسيب رمانة يا ولين بحياة وفوق بحياة كدم نفقة كده ما والله ده ماذا كصد هذه والغريق نك بيها كود بختي بيها كود انتي بيو أما بيو بي أما بيو الرابط أما بط وهفتي وما شو ذي متك أفراد وصاحب الهدم نكو قبي وكدمي قريبا كفريستي لباطن بيانا كفريستي حوالو قضيبا كدنتي و قاروين ورايبا كفريستي اسكروغا كفريستي مع العيس قلاب كبار كان سوما اسكروغا متقانان دو كفريستي مع الحاني دي سيبالا دا نكا كفريستان بسوي ضغط قايو عليس كاس روحا ودنتينا وشهيد والشهيد في سبيل الله هي الروح قالا اي دلين جيت كلا شن تاسا وحانس نبي وحو مره انو شيغ شهادتي صدح نوعها لبا كميدا شهيد الدنيا والاخره ايو يا شهيد الاخره متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم نبي وحو ما تعدون الشهداء شهداء ما كترزان فيكم دحدين شهيد يا اتقانان بنبي ليه شهيد يا اتقانان قالوا يا رسول رسولك الله يو من قتل في سبيل فهو شهيد جدك إله روح اللي قد له كل انتان شهيد قلنا قالنا أنه أضعنا نبره هذه كتاب القرآن كان كده هنون كده قلنا قالنا بحوري إن الشهداء أمتي إذن لقليل شهيدك هدون نقضى ننك كلية قال دقالك هذا كل انتان اللي قد له أمت دا يدو الشهداء وكو يراني سمرك وهي بها أمت عذرك قلنا ما طابا بضانوه انت دقالك قال اللي قد له وبيريه إن شهداء أمتي أمضى إذا شهداء ذيذو إذن هذا هو سيدة التهاي أو شهيد ببس أو نقضه روح الدقال قال لقد له لقليل ويرتهاي قالوا وحيدا فمن هم يا رسول الله فمن هم يا رسول الله وكم رسولك إلهي هذه مركة شهداء أنت كبدينيهين نبي الله واي مركة شهداء كالي إيه أن أهين كوا دقالك كل أنت نبي وحوري من قتل في سبيل الله جدك إله روح الوجود له فهو شهيد ومن مات في سبيل الله جدك إله روح كل نتون لدلم بق الله دول لماذا وقال كل سعودي بابات تي الله كقتمت أبيس كقان أنت فرس كبات كفان أنت جاري كبات كل قدومي مسلم كلو أرد هاي باب جاري كم مريي حبض مسلم وسعطون قال وذي باب كقول عضي ومن مات في سبيل الله جدك إله روح كل نتنا فهو شهيد ومن مات في الطاعون طاعون كتك أي بوقتها سوب ودي الروحة كل ذا إيه وضنها إيه بيرك كل كلها إيه ميلها حوبي استهوصية سرع لي كسوب ودي اللورد انتنا قان ركل إيه حنون إيه اللحو عن العرق بطاعون كولي يعي ومن مات في الطاعون فهو شهيد ننك طاعون ود انتنا وهو شهيد ومن مات في البطن ننك بقى إيه علوش ود انتيا شبن ود لنا فهو شهيد والغريق ننك بيكم ما شرامكو هفته إيه بيه الدلان شهيد رواه مسلم.
حديث السنن قد كم مرتين يا حتى صحيح مسلم وصاحب ذات الجنب يهوين إذا أمور راعدة يعني إنك ضبكو أودله كل وشهد النبي عليه الصلاة والسلام ذات الجنب يقول وبوك صوب على فيرها فيرها يكسب بودة صنب بضة يهالكاس يكسب بودة ولو حد واتي بيدة نما نحو تي بيدة صلب على الوحنون قوني ذات الجنب وكود هالكا فيرها كسب بيح الشريء ونضاعون ناهين اللورد انتو كاس ذات الجنب اللي هذا قسط الهندي قال قد داوية أما قسط البحرية وحكو النبي قلو الشيء روح الضبك قول انتي قبتنا أسنا وشهيد هوني ذا أمور رعدنا وشهيدو ضب نبو نبو الشيء شهداء مرك نبو قول الشيء شهداء الآخرة أدو بدنيين. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله هنتدي سأسوق الدفاع روحي الذي لنا فهو شهيد نوال به هنتدي سكوت دقا علما او الدفاع ده سان اللي قد لنا هو شهيد رواية نسائي بعد سئيو مسلمة وشرط إن المظلوم تاي من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد مظلوما واقيد هذا الزكري بحين ويدو والحوله من دفاع عن تراه هذا والمسلمين توار كقصة قضانا لقوا أدقى على أنتوا اللي قد له مش شهيد بات دمير بختي بات وعشر ده إلى جاكر درينيا حول هذا الدفاعين الكل ما نيسو وحاشر ده إن الحق الدر طيب حول هذا أظن ظالم كو أهي سادة النبي قدرت أقول من قتل دون مالي مظلوما فهو شهيد سويد النسائي من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد إنك حريص هر لقويا حق دهران الله قصة عضوه كدي من أدقى الله مولا الدلو وشهيد هوين إذا بيل كذبا بيح لقاواي حولنا واضح ستا مسلمين تواطن حوك هكا قضان بيلك واضح قال انت وقال لك ادلك معناتها هاي في النار عروتي بيل كودي دينتي حقوق الاسلام كانت قبتي زكدي هذا ظالمة مسلمين تقول كل ادق قال لهم ادشا شهداء اظن معناتها هاي في النار وانا تكوب ستو مالك الدفاعي مقربات كل هذا يمسكوا مليه ضد مظلوم تقول لك قردنا يا هاي قول انما اسكب وروح انت الدفاع يعني اسكبني لك هذا ظالم وفاجر وحق الله وحق رسوله وحق المؤمنين لكاكر لا يا هاي إن تنسكر على الإحسان شهيدة وإذا بضر وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عامر النفيل العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكمدها مد كمدها عفوا مد كمدها ذاتك اللغة مخراتك عي الجنة ده. سعيد بن زيد والعشرة المباشرون بالجنة كجرى صومها نكي عمر المدير كأيه هو وربنا عدي قال وحود السحاب قاسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كله لبان مغلي من قتل دون ماله مع ذكو قيدين مظلوما من قتل دون ماله فهو شهيد هنتدي سسوى الدفاع عنك إلا الدلو وشهيد ومن قتل دون دمه ديجي سسوى الدفاع نفترض الله صعودا نبغى ما نفترض صعودا حولك ها مرة هوان أمور صعود عرر مرة أضرب بينه قدلو حق درنك قدلو ومن قتل دون دمه ديجيسي نفتي سأسوق الدفاعين روح الذي لنا فهو شهيد أسوقنا وأهل الجنة ومن قتل دون دينه كسوة تكتي دين تلو كودي لي وحكى لك أمر ورمع لي قرر طمع ديك بانك أقبى مايا محلو قد لي وحن محلو آمنتي توحيدك محلو آمنتي سنة محلو قالتي محلو ربطها إن قالوا بابا أما بدعا قرعه وإنت ودقال قدونك ما أنت قصعه من قتل دون دينه علوم وحيد هذين وحال وحي وحال لما مسلم بين قنيس دينك دفاعا أما سنة دفاع يصير بدعة لقول ريحة هي بدعة أما إسلام يتوحيد بعد دفاعنا الشرك قال ما لقول الدنيا تقال كأدون قصع المسلمين تيكون شراء وأنت أول إن بدعة الله مريه أو أي أدو يرتايبا إيوه إن شرك وكفر قال ما الله مريه والله مد بالله ولد قال ما ياب دون دينه فهو شهيد جهادكم حلو جدي والدفاع عن الدين عن الدين مسلمين تي قرنقي لبادي هجرة ربنا أمي كل كل عين القرآن مخلوق لها إذا ما هي علوم ذاها أحمد نصر الخزاعي كمدها يوسف البويطي كمدها
جماعة من أصحاب الحديث يقول لهم ماذين محيها شهدوي يا معاطبه عباسين تهاقرن اللبات ربن العباس مأمون إيو معتصم إيو واثق إيو أهاي إني من كدبكا كياني متوقع الواقع دموكيو طبطكنا أصوك أفرطا إزدبتا ربن العباس بأمده كباب بي بدعو اللوية لكاسي السلف بالديدان أصحاب الحديث الديدان نماذين دقال كي أيكو قادين تابعين تربن أمي حجاج يوسف إيوب وديكي سعد المروان أي فقهاء تابعين كل نماذين يوم الجماجم لوبحية مضح على كروري فقهاء المسلمين يقول لي أذين شهداء أهايين ربن أمي وحي لبدا ظالمين فجاءه نار بي أهايين معايا إلي دقال الدين يدبوها ظلمي يا جور بيدي دنايين كتاب ربي حتى لي الهاين تابعين تو كونا حق الرئي قوانين كسر يقيس حتى لي سي الهاين اهرقليه وكيسو استغن تابعين صحابه بركود تابعين تبركو مركا دون الدين هو مهم جدا اسكو بصورته واحد واحد هيس مدبا طريق النبي محمد ميه كتابكم كم قرات كع سنده ما عديس كدمو أدونك والله إسكت دماني هرقبة بس كادلي كان عبا كافر حلال قمني ما كنت مودين كادرت لك إسكوب سمعدو بلاشة نفطها كوب بحن ومن قتل دون أهله غير كيس أصوغ الدفاع عنا يحاس كيسي عرورت سنين كلا الدلانة فهو شهيد مسائل بضم النبي إسكو قبطي لبضو هوري علمات وحي أبدايه إن الدفاع عتو وإن أخوه بنانتاي هذو روح كل دقة قال لهم مسلم يا روح كل دقة هذو مسلم يا هاي روح النفط نفط هذا قصة عذاب أن كدل كله أما مالك هذا ضع هاي إنه كدل ما أن كدين لبدا دون ماله دون دمه روح كدل هذو مسلم يا هاي إن هذا قال لنا ويكون بنان تو استدفاع له شهيد ده إن هذا استدفاع له ويكون بنان تها كدل الدم قال نسوق هقات مالك كدل النفط كدل جاري كدل إنا تقول لما ترى والله ويكون بنانت إنا ترى ومن أنت جاي يقول للهيد قادو إيمان قال الله قا قاده يكون بنانت وتكغتك واجب ما أهلك ساسي علوم البدنيين وأمرك دقالك يا هاي نك النفط ظهر ركوا هي مالك هذا مسلم يا هود لبض الدنب دون دينه هي دون أهله وواجبا بالإجماع واجب بالإجماع إن الدفاع له واجب حاس كذا إن الدفاع له واجب أنتوا يدي لها حكوف سد إن جدة مصعونس نفط الهرد جيزا هذا النور لما كوف سنكر حاس كذا لو واحد قد بيكره شرفت يدي عرض يدي لما دعكر لما أقوى لما دا يدا دين تنسدوا كلا دم بدع الغوم مرينك رأضوا إصدفاعك قال لما لو عمرك كان اظن نول وين الديدو لبدا ذنب وفرض عين على القادر لبدا هوري او كو بنانت هي ان دغالنت او كو بنانت ان دغالنت ان ديسن هي او كو بنانت حدو يحي روح كو سعود كو ظلم هي او مسلم يحي سدا او كلا فهمه وي كلا دري مرك اهلك يا مالك اسمد ماها ودك وركي سفصبر وخلط ويدو اسكي الى هذا قرب يدك شيكي تاس هو خلط فصبر وحي قلي كرتا ها قيب توري مالك مالك هي النفط هذه اللي قد لها ايو لكن هذه اللي كفسان هايو حاس كيرك اللي حد قد اديك نينكا وخ لغا دغا هايو فصبر ما جرتو فشهد وي ان شيدا لغا ربا باب كاينه قال فانت بربا الله سبحانه وتعالى مسائل الفقه قله الفقه بدن باجرت رواه أبو داود بو الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله رسولك نبا أيمت فقال يا رسول الله رسولك إله يو أرأيت بلي يورا أخبرني بك دق أنت إن جاء رجل هدوني ما ظهر أهو يريد دون يأخذ مالي هانتي نسكك حيست قال النبي هريرة فلا تعطيه مالك مالك هذا حسين جمهورته نهي نبي محل ويأوليان ويأوليان وحيليهن حديث النبي ورجل ما كيف فتنة ومدعان روح مسلم كي هر كقوة إسك الصبر كن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل حديث تاسي سيدنا عثمان عفان والصبرية ولبضن بي كفسريان لكن حال أورنكرا
مركو دقالكو دقال في دنيا هاي إن لقرني يا حقله يا قردرن يا لقردرن يا ظالم يا مظلوم مركز الله صبره ولا فور رصدا لكن مركي عدها هاي إنه ظالم يا روحاني أظن هذا مظلوم تاي عدها هاي سيدا النبي يقول بيكو سعونيسا فلا تعطيه مالك أنت ذا هاسيني قال سحابي إن رأيت بلغوره إن قاتلني هدو إلى الدقال لما نبي الله نينك مالك يقول ركوكوها إن موريانك هدو بالدقال سوء ربته كور قال نبي حلو قاتلوا للدقال هدو ما محاض هايسا قال وحلو سحابي إن رأيت إن قاتلني لما نهضي دقال لما ننبى لدلائي هدو إدل نبي الله بحا حكمه قال فأنت شهيد أهل جنة تاضو قال رأيت إن قتلته أنه هدان دلون كل بهلنا قال هو في النار كأسوى أهل النار راه مسلم حديث بضمب معناها كيما سعيبا نبيك وحديك أم سلمة نسايبا تكون مرتين نبي الله هدي روح مسلمة وصهر ونفط دي مالك أسعو محاطة لا نبي حولي انت الله قال من اهبي إلهي كل نار ورأى الله ألمية ديك يقول ديك مسلم بكاية حرام وربناك يقامر وإسكا كيدا سادح قول إسكا اهبي إسكا داري نبي الله دود ديدو ويهي حركة قويس ولي قوامه صوّدوا إلهي كجوك سوى محان سمايا نبي حور المسلمين تكولت شوكا ورقا قبطة لدين كان ظالم كمسلمين هرقا قبطة حور السحابي هادان ما يعد لأ كله يدقنا أو مسلم يدوي لغو قيليو محان سمايا نبي حور الدولة المسلمين تفستعين عليه بسلطان مدحوينها أو قيليو أو قيليو سيدة وحادة لدين كان لغا قبطة فإن عني سلطان من حورها دو يقفق يها مسلمين إلى تشوغن إلهي درتي يقول أنا أنكو كرواية وحركها صوغ وستمحان سمايا نو حور قاتل دون نفسك ومالك اشتفاع دقالا علماء أورونا يا نفط يا مالك مسلم كسر حتى إن لسك الدفاع واجب يا سنة معها يا جمهور تخلاف سمح إليه نبي وحكا الله يا دقال قبل نموي نن كان فاجر كي قاطع طريق قمامها يا نوال بو كسو قرده هدو حولا أوغتاكو وهي وهلاقيا وهلاقيا واقدم بو آفوبي ودوينكو فرنساني ومدو رمبو دعي لكن منك اوه الرئيو او بالله حين تير هايستبه هدو سنكيس عانا كلس وعبالكيس اوفر اوغشبه اذا بو يالي نبقو قبن ماسو ايقا هيا مركا واجب بيليين مربا هدان دقال فتن اوسان اهين او ظالم كي مظلم كلا غلا غرانيو نفط هذا مال كذا دين هذا اهل كان دفعته واجبه يدعو راي غاسانا صحن من حيث الدليل رواه مسلم باب فضل عتق وحباب هي نو مكو سو دمي احاديث صريحه كو اهد جهادك مسائل جهادك الله المال ودور راعنا يا كتاب غدا وقبا بقول حديث بو كشغل من كتاب الجهاد فضل عتق حرينت نفل حريه فضل جادي قال الله تبارك وتعالى فلاقتحم العقبة شيرت موفولة روح مسلم كخير كالدونية شيرت موفولة اسكو حمبارو وما أدراك ما العقبة بورتي شيرت وحي تيمحال كتقانا نبي الله مؤكتاي فك رقبة قر لسيدة يول حريوي نبي عتق الرقبة يفك الرقبة وكلاقا سحابة أيمة نبي الله صدقا محاو خير بضان نبي حوري فك الرقبة أو عتق النسمة ورأت يديسو أما أد حريسا أفضل بان حنا بقى الله سو اسكم يد معها سحابي قعوب يقاني فكوا الرقبة يعتق النص من قبل سو اسكم يد معها بقول والله هل شيء معه نقول حول معها اسكم يد ما هي فكوا الرقبة وامح فكوا الرقبة وأضون قيب الحرية أما يدكوا أفرأس كوكو تكتي وأضو كقيب قاتين لسيدة وحاتر أضون كان مقدر حرس نصبا حرية أنا حاطه نفس كلام أن إي بي. أظنك ولا حريو بقول كيف شنبا ولي كل من شنتي من أن إي بياتي. أظن قيب كسر حري حروبي أما قيب لقول حري أوضة ما يصير تأذوه أي فك الرقبة الليل هذا. قرينا يبحث طي حرني ما أبحث طي قرك أسار ريت أنا ما أهيد بعض ما يصير طي أما عتق الرقبة وين أظن أذوه كليه إسكا أظن عندك وجود أن أحر يسوي. وداري ضبع الأوقات والنبي قام كسوق الأوقات فك الرقبة قور أظن لحرية وحيابها شيرت اللغفوله له شيرت كان اللغفوله له إجهن لقى قبض بادو يعني نفطه
xoola inay bixiso oo ilaahay dirti naf u xorayso oy hawsha nafta ku xambaarto oy ku cadlayso naftu waa adag tahay. Aadamuhu meelahaas ma rabo. Iimaanku lacag buu leeyahay, culays buu leeyahay, cibaadadu iyo wanaaggu iyo jannadu waa badeeca qaali ah, wax la huray rabtaa. وعيد عام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة واتقرنيسا هل كاسا إلى اللمبر إن لقوذيو مساكين مالي باهي مع الجرتو أغون رول كيالا لقوذيو قريب لقوذيو باهن إذن إطعام الطعام يعتق الرقاب بانبه أماني آياتنا إيكا هذا الشيء إذن فضل عتق القرآن كبساو تلماميوي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي يقول يري من أعتق رقبة مسلمة نينك حرية قور مسلمة دو إلهي أهو قانستي أعتق الله ربي كحرية بكل عضو حب كستو منهم من العاتق أو المعتق كي وحرية كمدا عضوا عفوا أعتق الله بكل عضو منه أي من المعتق حب والبو كي لحرية كمدا عضوا حب ربي كحرية أو منهم من المعتق في النار من النار كحرية أدون مسلمة أياد حريسي حبين والبو أدون كاد حريسي كميدا أياد وحنارت لغا حرين أيا حبنا هادي ماذا حادي مدحيسا لغا حرين أيا قعمها دعميهيسي قعمها لغا حرين أيا هذا نار كحروبية صدرتيت وميش علوة إكا قادين أدون كمسلم كا يا أدون تمسلم كا وحافظي بضان إلا حريو أدون كمسلم كا معايا لي وحتر كمسلم تقولي يا هاي هلقن كودي وحتر كودي باكح وبن مدى ددقة حديث بان معناها عضي سيبا إن يكلف ذي بدنيه نبي حبي حتى فرجه بفرجه إلى حبنك سترنك اللورد يقول حبنك سترنك حبن بحبن بان أرتل لك حريني متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال جاءتك محلوح على نار بعد كحروبي عتقي حرين تأضمها الحري أحريد اللوسو علينا جنة لوه على نار بعد كحروباوي هاي لأن الأصل في البشرية والحرية آدمها هي بشر كي بني آدم محا أصله حرية حرية روح بنا رغني ورو ما إنه حرية هي إنه أضوني هي محا راهي محا قدرينا إنه حرية هي روح بنا رغني إنه قال لي هي إنه مسلم يمر نقانه علامات مسلم كمان موقته ميت قال لي ما كمان موقته بلد قال ما تشوقه مقالة إسلام ما تشوقه محا لينا هي ومسلم بان لينا إسلام ما كمان موقته صغير قال لي ما كمان موقت إن أنا حكوننا وارنا وحنا كجحران إن أنا حبالان ربنا مثلاً إن أنا حلان ربنا مثلاً إن أنا دوجنا ربنا مثلاً إن أنا كنت كنا حكام باكوحنا شرعية وحي قال نوال واي إنه مسلم يا ولا جرم واي إنه قال يا ولا جرم واي بلد كنت جوا مي عيد الله وكل أنت بلد إسلام ماها بلد قال لما ما هو حكمة الله أعلم بمراد من رأينا ما يوران مين وحنو علينا بناء آدم محا أصلوها إسلام كل مولود يولد على الفطرة ثم ضلاوي بلد كزان لقرنين وحلو علينا يا بناء آدم ماشي كصفر عمين وإسلام ما أهي الأصل في البشرية الإسلام والأصل في البشرية الحرية بناء آدم هو شيء وقيم بغان بعد الإسلام وحوي حرية إنه هلو حر مدح بناني وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل لمن محمد عبادة عمل لي ماذا كيف أفضل بدن قال سبحانه الإيمان بالله إله ولا الرمي والجهاد في سبيل الله جدك إله لقد علمه إله الرمي سو يا الله نفط أقوله يا مالك هذا أي أفضل بدن قلت أي الرقاب أفضل يا رسول الله نبي محمد وقور لحرية تيبا أفضل بدن أضل لحرية قال نبي حبر أنفسها عند أهلها أنفسها مد أمورات كل أقيم حلس أقيم كل عند أهلها حلوه اسكم مد ما قيل ولا كلا تشعري هاي أما موقال إيوه سر هل يسوق هلو كلا تشعلا أما فر إيه در إيه هاي هلو قرع يا كلا يقان هلا الله هذا هيتن معنا ما لها ينقو قيل يسألهم بيقول شعليه فرك ذو يقانا وابح ذي نرجو حين مرة شو سيبا يقيم البدنت نبقو ينوشي وأضم بعض الهبل وقدون كذا وش عشين كان أقول في عن كاسة كيب سنيس الحرينيس
أنفسها مدة أقيم بدن عند أهلها قليه لها مدة يقول تعليهين إن أيقو حريان أما أنت قد أض حريزو يقوف فد بدن يو أكثرها ثمنا مدة أول حق بدن أقالي سنة حديث كان وحام مقلي رشي النبي محمد علي بن حسين لورنتل زين العابدين أتقرن إيزان علي بن حسين حديث كأبي هريرة سوق قاري مركز فيري نينك المدير كهايين أما أبتقي وكو أدنى عبد الله بن جعفر بن طالب هاي المدير بيسكو أدنى كما كان لقى فيري أيام ما قال له الحكي إبسدي أضون بو حكسي استأصقع علي بن حسين بكيس استأضون وولي أصلا كسو قادين طبعاً كل الدرهم بكسي ومر كأول دقيقة يسي كن دينار وذهب أظن كولي حرد وحكوت شراء وشجاع عبد الله من جعفر المطالب نكون بيقول دعاني شري تقرن إنسان رجح وقاربة ذهب النقن شري وجعفر كل شيء ده قال كي مؤتة سد حبرين والنبي يقول شو جاي تعسية سد حبرين ولا تعسية جاي يقول النبي يقول إيه من أصلاً تعبيس عروت هذي عروت وعلق إيه كان تيما وكحيري ودعي عبد الله مر كأوي نابوي نبي يقول دعي وإله بركة وحقوق بركة عرها دم ميل تورته ولا جيب سنجري هذا أنت تصور كل عرها دم دينه ميل تور محيي ذهب يسب الدرس ولا كلا بابا هي إله إنه قدي قريشي عربني كوه أنت بدن طبعا كنوا حالات بهال مالين صدق يستي والكيرا أنا بقول دعي طبعا كنوا حالات بمالين بهي سمالة وحام بهنا جيل بان لنا كوا على طار كون هذا إسوال محل هذا لابا كنوا حالات بعيد فوي إيدا قيسة سنكو تاغي مقاحي كلي وشاك عباه انت سوكو فانتباهي طبان قولو نيفو مالك هل مالك بحي صدقو في سبيل الله نما المادرين صوبه وقضي وهذا كور أسوكو ضعيف وحتى ريبو سي نما قرابيهين ايوه المهيب البهاء مياد قرنواقي اني يهبلق ودي وراشا ان ضعيف سوين وحد نطرتها أسوكو متر آبيه باتري طبان قولو نيفو كحي باشا قبنيد واي اعترستا موقتايز وحن سكا كان معها باشا نفط انكم ينكب حيس عبد الله بن جعفر بوتو حوري او اظن كان مالدو كاسيست علي هضان ابن حسين ابن علي بن طالب وي باشا فاطمه وي حوري اظن هو كا صبح حوري صدق في سبيل الله بحي وحوري معهم مقلي قور الحريم حوف فضي بدن انفسوا عند اهلها واكثرها ثمرا اظن لسي كن دينار وذهب مالك ما جرى وانا اظن كا هي إلى درت من حريب ما دام النبي بسيدا يجري سلف كوحي مقلان ساس يقول لك بتشريد إلى بركودا يد هذين قرآن كحكم والبو كمدو إلهي شوا كل رقم لكن هل حكم بعيد من مهاجرة قل أنتم قرع السلام عليكم صوغ قال نقول يد أن كن نقضي بنقول لا وإن قيل لكم ارجعوا فرجعوا برهادين هيا نبر أنا كلية ما أنت صوبه صوغ قال كافر من ورزقت هذا يهير كشوي هاي دام قدر قمي ساس الدين تقول قدر قمي شرين وحكمكم حلوش وتجيء إن لو قدر قمه باب فضل إحسان إلى الملوك وحباب يفضل كجرا إن لو إحسان فلو لو وناجي أو لو ددا لو أضمها لهنتي قعنت هذا كجرا حواليه إنه لا رسولك ربي بقدر دار ميني محد مداوي أضون ولا لك أو قعنت هذا الجلي قال الله تبارك وتعالى وعبد الله إلهي عابد الله يسدي به أشريقي ولا تشرك به شيئا إلهي عبادتيس يهجان سنك ربي لا لولا جن أحد كلا أم مخلوقة وبالوالدين إحسانا وأحسن بالوالدين إحسانا لبدي نرشينا وإحسان فلو أصم فلو باري النقطة وبذي القرباء أحد كقرابة وصاحب كت قرابة تهين الله إحسان فلو واليتامى أجونت الله إحسان فلو والمساكين فقير يا مسكين كودون النقطة باهناها دبناها أنا الله إحسان فلو والجار ذو القربى درس كقرادة شيء قرابة نصب قيدين دحيي أهل ما يحيط كي حجالة أنا الله يحسن فلو أما درس كقوله وين مسلم كا والجار الجنوب درس كفوق درس كفوق أما قال لي مكفوق أما الدار هاي يقول هام بكفوق ناس الله يحسن فلو والصاحب بالجنب قنع روحك وجوه يد وده جنتين أما الله سعطان أما أت درس إيو هي جلاس إيو حبرش صاحب كتهين أما حاس كاذبة الله يحسن فلو وابن السبيل سعطتها الله يحسن فلو وما ملكت ايمانكم هذا بيت القصيد يا وحق عنتين واهانتي اضمها عنتين كجنا الله يحسن فل وصوم الرايات لبا بابا نقصوا مر باب كبير الوالدين وسيله الارحام ونقصوا مر باب حق الجوار ونقصوا مر دور قرب عاد صور نقطه وعين المعروف من سويد
قال حولس نكاسي رأيت أبا ذر أبا ذر بن أركي وعليه حلة أسوق إسكجوق قبة إسكجوق حلة وحلة ذرك إسكو مذا بقى كوري هوس لبشي إسكو مذا بقى إسكو قابة قبته سروال يشار إسكو مذا بقى معوس يوقع إسكو مذا بقى مثلا وعليه حلة أسوق إسكجوق قبه وعلى غلامي أدون كسرة وحدوش سصارا مثلها حلة أوكله أسوق إسكجوق قبة إسكجوق سمد لمد أوكله أدون كلا سعدي بقى قبة إسكو نربى قبان كي سيدة كي أدون الله وكلا قرني فسألت عن ذلك معروف هذان أي أركاسا ويديون قتوا يدينك أبو ذر أمري أدون كادي أدوه محاس كدر إنك دقاي عادي رقم كحكير إذا سيد كنا درجون أقاتو أدون كنا در حقوه هن إيه در يرضع يفسن أوقاته فذكر وحوش أبو ذر أنه صاب رجلا نبان صاف دافن وساف جبن وسعيني بوري على عهد رسول الله حلو النبي صلى الله عليه وسلم بن أدب النايو أني وذات باحلق النبي أسكت عن فعيره بأمه يدي بمركة كعاي يبن السوداء وذكرنا الحديث كيو نن يسيئون مرمين بحكور ونراف وحيو هو يدي سم ذو بيت أظن مذوبة قد أشيانا قرأ لا حول يبن السوداء كليه وإنت أصو يدي فعيره حكور عدل يعيي أبو ذربا قد لا عين وكعاي ننك أسكي ساحبك إها بأمه يدي هو يدي بحكور مذو بيت نبي محمد بورك مقلي فقال النبي نبي حول إنك امرؤ فيك جاهلية أبو ذر الفاه الله قال دقها لقى الرعي إنك أذوق امرؤ آذما طيب روح قف باطاي فيك جاهلية وحاكو قجر رقن جاهل نمو رقم مضي قال هذا إيه لقى طوبت كيني إلهي نقبى بأشي وحكا مذا وليه قدن بي أبو ذر وهو العرس إن الله قد أذب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب نبغى وإنه شيء وركبير كي إسقاط قات كي يخل قلف سنان تجي قال لماذا يوحاس إله واد تكسي إسلام بإله دنسي واد ثمانتين وحاكوك على سر ريسان الله كعبسه هم إخوانك نبي حول وولاليهن أضم مدن وولاليهن وخوالكم وقعيرهن جمع خائل خوالك وخدمك أذي جياش أيها خوالك اللي هذا وولاليهن حق بشرية ابن آدم لماذا حق الدين تا محاسوها راي حق شقضنا وقعير إذيه إنه كوى أديه أو كوى معيبا ننك حرطة وكو شقين كرالا شقا ليستا قبل أحرارة قدوها إذين شو إذين شقوا مشارسيسا شارية بوياسي يقى خدامي وحط الله بإذنك عديد الله نبي حول وولاليهن في النصب وفي الدين وخوالكم وقعيرهن جمع خائل جعلهم الله الله يلي تحت أيديكم قعمين وقليي مسؤولون بعد خنقتين ما حد يرتين رنتوا نبي وانت بسين بل إيش واحد يرتين بشري بن آدم بازلتين اسكو الدين باتين نبكي اللي باتون بإذن كيحك سنة وإذن أذيقان قعنتي نبي صوق لنا وإذا متين ما حد يرتين ما حد واحد قد بيزان فمن كان أخوه تحت يده ننكي ولا الكي أمته والروح مسلم ولا الكي قعن سوء صوق له فليطعمه مما ياكل وحد عنيس وحكسي انت باستا كرسطو اديق مهرقها كوبا اسق مهرقها كوبا بين دير سانتوي يا بونجا لا عني تميرا ودغناي بسم الله لا عنا انت وصاحبك كتوري دبلا فليطعمه هسيو هقودي مما ياكل وحد اوقات عنيس وناغسن وحكسي ولالك وليلبسها وحرو مما يلبس واحد حرنا يسحقيس بركة أضو حرنا أصنع واحد واحد مبارطة أصونا مرين أسي ولا تكلف حاجة خدمة دي أديك دي أديك ينسوما ولا تكلف هكما الشقيننا ما يغلبهم الشقاء كان يسوء إسن كيكري أدون كوجو قاعدين وريا وعندي بورتا أصلا صوت دل دل أو لول خلاص ما بقى بان كري شقاء دي أديك أنا وح أودي كرو حميل كرو ديبة ولا تكلفهم هكون مشقين حق أديك شقذنا ما يغلبهم وحكسيد علينا ويسنكري كرين وأود ذاك بحسن فإن كلفتمهم نبي حول هذا هؤلاء على قدرتان فاعينهم فارسين لقبته هؤلاء علوس وأسو كوا ذاك بقدرته لا كالمية قرب استاجة لقبته متفق أخلاقي آداب كفي عن كده كواركيسة نبي قام ما نكاسي وعنا نتيبور وحين تكدم بي محن نبي يقول مرك وليلبسه مما يلبسه ما حلد أن قبو حرم بالعضون كيو
نبي محمد با هذا كور ساهل فاي وقع وانا كل ما يأمر كسبنا محلو شايدكم كان تندم بوي الضوان كوحا حول الضوء حري أمر نبي محمد عليه الصلاة والسلام جمهورته وحيليهين انت تندم بموي انت كلاوا ومستحبات هذا الشقاء الساقة كعلوس وسنقبان كان أدرتنا كالميس واجبوي لكن وحي كالي وصن أمر كان نبي بحيال لقديني وحبه وصن إيوه وواجب أكون مشغول الدردار هنا محل لقاته واللازم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه إذا أتى أحدكم متكين هديه أكينه خادم أديه سو أكينه بطعام الراشين سو أكينه وقديد أصله قريع دي فإن لم يجلس معه نبي قال فريسيو قوت الماما إلا فريسيو ده ورسو قديد ورعشيد ده عشاد حق الزعون قرع ده حق عنده فإن لم يجلس معها داوسن أون فريسين إلى فريس أورسن لهن فليناولها وديبا لقمة أفجلس أو لقمة أم اللبا أفجلس أو أكلة أمار عن توغو أو أكلة أم اللبا فإنه ولي علاجه فإنه أضونك أصغى يا ولي قبطي علاجه أي طباخه وطبخه راشينك يا سكري أصغى سكري راشينك كياني سكا حقا فريس وبكو قد لها دالسوي الباب كقاضي قالوا قول انت وحان النبي وناكسن بره الى صوفريس الى عنات هذا تا كوغو ادكاتو وراشين كنينك وحكسي لبا افجلس حيوغو يرو عنو وحون اسكسي جيد محايه الي فان وليا اسغا تولي اسغا قبطي علاجه وعلاج الطعام راشين كرنتيس اسغا تغنا رواه البخاري نير راشون وكي وحبا ما كعن ما هي هاوينكو قادي كاري وحبا كما عن كرا هدو نغارو اي تركوا ذوق أبوه عاوك ولا قرمه ينقذي مرتقات كم منطقة سامية حبك ما عمل كره حتى ذوق هذا تيلس الراشين كقيمين يسحبك عمل مش سوقي سوقك بحياة إنها إيش هتقدر كي بقى إنها هتقدر كي كذبنا وحبنا ما كعمل مش أضون كل ما أنتوا كرين هاي مروا رامي يو مروا إيش كفري واس كرون يهاي بي واتي عمودي صوفر يسوي وحبنا بقادم ماي هذا ديد صوما وحققة وحكسي رواه البخاري الأكلة بضم الهمزة وهي اللقمة توي وأفجلسك وشكر راو لقمة أو لقمتين أكل أو أكلتين أكل أو أكلتين وهو شكر راو باب فضل المملوك فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه وحباب يفضل أولي أضونك بدنيا حق إلهي إيو حق سيد كيسية يضطك لها إلهي بعابدة حق إلهي بمالس كسارة ضطك لها أنا حق ذو هجاجية ومدة عبء أصنفذي بوليه مملوك وأضون كهدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد أضونك إذا نصح هذا داعة النقض هذا داعة النقض أخير ميره أعبه لسيده كيلها وهو أحسن حقا أنه وناجيه وقبله عبادة الله إله عباده فله أجر مرتين لما أجر بوليه لا أجر به ليا أجر وام حي إلهي حق يسمون مال إسكسار أجر كلا بعضنا حق سيد يسمون مال ساري الله بس يدخلوه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أضنك الله أنتي وحاو هذا المصلح يا سماهي وناق السمين يي أجران لا أجر بوليا محور ربا للعبد المملوك محسن رأي للعبد المملوك وهذا هو من فصاحة الرسول عليه الصلاة والسلام للعبد هدل إلى الحكومة عيسى أضم ربا أضم إلهي قال يا مسلم با وأضم إلهي حق خلق إيجادك مسلمين تقول نكون حرتي يكون حرتي وأضم إلهي تشريفا وتكريما إذن للعبد نبي هدو كدين لها وحكب بقي إن الله قاته ذاتك حرتي هو المملوك بنبي الرحي أضمك لهنتي أي بنادم كلها يين المصلح هذا وناجنا يشقدي يسوع قبض قيس أجراني بأو أحد والذي نفسه أبو رث بيدي حديث كمركو وريو يا أبو ري أورنجري الله نفطيد وقعد سو كجرتان كل دارتي لولا الجهاد في سبيل الله جهاد الله بحد وسنجري لهي يو الحج حج لحجيو وبر أمي يهو يدهم إحسان فلو نول أون كدو عيساني لا أحببت وحن جعلان لها أنا موتين أن جيري يضون دينته وأنا مملوك أنا أضونا متفقون عليه لكن أضون لماذا حكوا دي جهادك لأن جهادك
مكو فرض كفاية طلبية للدولي أطوكو كما واجبه حجكنا سيدو كالي بر أمينا مركا أدو أد سي الولي هو أديغي سنمينك كولها سيد كادي أدو شقين إيسو هو يدا صادون تو قمش شقين إيسيد وقمش شبنان إيسيد جانس في عن أهل ما إيسيد نينا تشقالات هاي وينقو عيدا والله يقباه هي وقام بيدين وقام وحل مسؤولية قوني أو مركا هدانا نكبا قينين هو يدي بر قدنا الملكة قد عجهادنا أن أبحوه أما حجنا أنسيق أنا كبا قين وحانش علان لها أجرك كجر أدونك عدى أدرته إن أدون نمكو دنتو وذا دو حيدا أبو هروحو فضيل الجري أدون نماذا يكفى دجو حرية داي دين صح ما ألاك وكوشيغي مانع بكوشيغي سو كوت الماما يهدنا فضيق إليه ده هاي أدون نماذا ربطاء هاي إحسان كو الله سعر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك أدونك الذي أدونك أصو يحسن وناجين عبادة ربه محسن لو يري أدونك أنت بضن عبادة ربك وكلته غالبا صفق هو معي شقد الله دري هولو كم مشكور سنيا يواروح شقيني هولو بضن عبادة بضن باسارا ويؤدي قدنا إلى سيده أدونك الذي سيد كاسو علي عفوا إلى سيده سيد كاسو قدنا الذي حقي عليه دوش ساءه ما الحق حقا إلهي بعابوديا إحسان سفع عنبرو عابوديا سيد كيسان وحقوق قدنا حق كلها ويؤدي قدنا إلى سيد أدون كيسي الذي عليه وحي دوش ساءه رايو ما الحق واجب أي حقا يو النصيحة الطاعة نماء يو طاعة أهقان سنودك ودنان له أدون كاسو هذه أجران لبا أجر وأدون إلهي عابودي سيد كيسو إحسان فلي وأضيعون أدقى ودنظهم مقري وحان معصياء هين له أجران رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران نوحور يصدح لبا أجر بيليين صدح لها كبضا بأحاديث الشيخين لكن هذا النبي وصدح بأسكو قبطي ثلاثة صدح لهم أجران لبا أجر بأوه هذا رجل وي تمركم والله مت رجل هو هالقبس شرعون وهذا نبضا بأيدين الشيخين حكم مكلا شيغي رجع لغوها القبصدة إلهي الرسول كيبا مكي حكم كهاللهيان رجع لغوها القبصدة محايا إلي قبلها المسلمات كشرفتو ذا ينعرف لغو بهدلو شيخ قدون أبطال لغي إلا نيا عرف لغي إلا نيا يوكي يبدأ هذا وحب الله بيسان وحان سلامة يا مروين كأيوه مروين كيمونا ياش حقيقة كنت وركز رقم صومالي معها وقال وارجس واتبلع عارو قالت كنت شرعاتنا متقان إلا في مناسبات نادرة ميلا يرير وقبلوا انتي دريما حقا ما هوس نلوات لقي لسكو قبتوا الليلي إن المسلمين والمسلمات لكن انت بضن سنة آخرية وكتابك ربك آخرية رجع لغوها القبصاني محل إلى النية شيء 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 يسلب بضيو حشمائي أسطرانا اللغوغا وبهد المياه أفكار لغا إلى النية أيها الله أسطوريا حشمة الله إلى النية سريك تالا دوريا أنشق الله إلى النية ladies and gentlemen ما بلسو تاغنتين حقيقة كنت ladies and gentlemen بحث مرويني مدنويون اسكا إلى النية مر يرد حبابين إنسان أو رطان قبله إني لقد أجهز صوت طوران أو يهلك كقيب قاتان أو يجمعها يسقيا وحب حيان معاشر المسلمين والمسلمات ما كردها لكن أفضل لقب بدين وركم يدفن لا تقول ما إنك هذا بقى قال هذا إسكيل علي رجل وهي من أهل الكتاب رجل أهل الكتاب كم ذا رجل أهل الكتاب يهودي بوها نصراني بوها آمن بالنبي نبي يسيب الرمي موسى الرمي عيسى الرمي وآمن بمحمد واجد دنبي النبي محيلا سو صارينا رسول كبر الرمي الراعي نكم عليا لبا أجر قال شد الدين تزور وقاتير رسول شور الرمي رسول قد دنبي خاتم الأنبياء الرمي لبا أجر بكوه لايا أدونك الله بعد والعبد المملوك وأدونك الله أنتيك عن بن آدم كجري إذا أدى حق الله ملك حق إلهي قلته يو حق مواليه يكو إلى جمع مولا موالد وجمع مولا سيد كيس حقي سنؤقته مثل صدحات
ورجل ويكان له أمة نبا أضون لها وي أضون بولها فأدبها مركز التربية يي فأحسن وناجية تأديبها تربية يدي وربا يدي وعربية سفي عنبو أقب يهوله قرقة يدمر وحي كوانا كسنة يقب الله ورنبو براي وعلمها الدين الإسلام كأحكام الشريعة الإسلامية وبراي فقه يبو براي وعلمها حق النوحوب براي أحكام الشريعة فأحسن تعليمها محلو يغن أضون أضون وحلم برجرين انت بدل غالبا قبلها حرائر تعبوا حلم برجرين طيب وعلى إذن هو تربية تربية هذا أدب كل جهل لي وأدب كي الدنيا دي أخلاق دي أنشح إنه سلوكه مع صهرة حكام الشريعة وابري ديني الدنيا وقدس فأحسن تعليمها تعليم تيدي بقوله وناجيو شيء بشيء يكفي عنا ببري وحق دينته ثم اعتقى مركز سحوري هذانا تصيد الجبل وتربية ودين تبري يهدني حربات اللي وجه الله الكريم فتزوج مركز هذانا جورس ذي فله أجران لبا أجر بنك الوام حي إد بنتي يا ربايضين تو كوريي يا تعلين تو وحبري يا حورينتي وام حي هل أجر بك هلايا إنو جورسو هادانا جابر دجور ويالي أمر وكار دجاي أو بنانكا أو ساندجين هادانا أجر بك هلايا ها أدونو جورستو مو ساندين شالي أدون أهي هما بيحاوشاس سو دياري وحول بكس كهجاجي بعدنا قرصن متفق عليه إذن إحسان والبا يوناق والبا مدة تارته إلى هي أضلتي ما دو هذا ما أتارته رب وكأب المرن يجو باب فضل العبادة في الأرجاء نوجو والله سبحانه وتعالى عليه. يا هل حديث ما قدره فضل العباده في الهرج وحبابي هاي عباده يسق العباده حلق قال اسكو صدحيا الهرج على الاختلاط حلق هو في مرقته انه البلقحه هي الا يا بني هي دد وريرسي هي هرج والاختلاط حلق الله اصدم مره سيد ادي قلوداي وهو هرج والاختلاط وشب الزياده والفتن في النوينك اي دعان دين تدك كقرية في النويك مركز دعان وقيقة أبح ولا وريري كجردان كظالمة كمظلومة محاصحان محاب دعان محاصونا شرك إسلام قالوا سكولا بي واحد تاجنوي مشركين بالمسلمين المسلمين بان هاي مشركين بالمسلمين بان ومسلم موحد يا قال باطل له وأهل السنة بأهل البدع على قد جاي وأهل البدع بأهل السنة ما الله نقاقو عمد وريرتي وداديه وريري حرتي وريري مساجد اللي جوا رير متبالغة دين هاي متبالغة مقرات يلا جوا هذا متبالغة كل شعب عبد القادر بعملك مود دمبيل كسي وطا هي نفف بعمل كسي وطا طع كسي يا رابك كسي وطا تصدي يا أف عامد بس كده جيسن متبالغة كسي ودور الشيخو وحن محن كهذا الله وابكوا رير ري مال وحلاق قبطه تكاثرت الذباء على خراش فما يدري خراشه ما يسيده ايغو هذا ترى تشيه بقول عولود كعان كيف يقول اغا ما حقو اوردا ما حقو اوردا مصيبه وي هرجو هذا وحن ارق وي نيشال كوف عنا ارك ومان صوفي مشرك اه كوشال مشرك هذا اهل التوحيد اه ساس على صدام ماري باش نيون في عيال وعارك قبيل وحصل ضوبه هاي مدي مراد وحوص الضبية وإذا دكوله مشرح عنه وحاويه برلمان هبل قالك انت اللي جاي داد ويجي اللي مدو وهذا يابطه أما كاك يا سام باكاسو هادي واتاي محلو باني هاي عند الشهواتنا صبر بالغاربة عند الفتنة بصيرة الغاربة شهوات يا مكان مال صار الوضع الضلي العق ينبقع يا ألاب يقين يا صبر يا دلقاد يا قدسي بالا دون يا ثوابت يا حركة إسلام كل دكتور وانفرار لك بحنين مرك يقول حيث دباشان وحقي يا سنة يا باطل كشركة التوحيد كإصداريان ولا كالساري وهي على غربة أركت دير الدينيت بصيرة على غربة
هذا الصبر يبصيره ويده جهنم أكو قواحي عياذا بالله. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة إلهي ولا عابد سوى ناس لو عابد في الهرج حلق وريرك كهجرة إلي أنا محمد عليه الصلاة والسلام وليس هجروا ذي والدنيا ضد لا يسوى تجي أنا الله يدور طيب إلا مطة حق حكمك يا ثوابك يا أجرك. رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.